Les adjectifs possessifs. صفات الملكية. ما هي صفات الملكية؟ صفات الملكية هي ما، تا، سا، مون، تون، سون، مي، تي، سي. إذن ما، تا، سا هي للمؤنث. ما، تا، سا هي للمؤنث. هذه الحروف الثلاثة هي للمؤنث. مون، تون، سون هي للمذكر. مي، تي، سي هي للجمع. إذن راح نعرف كل دي تيرمينو مع ما ومامي. هذه مع جو، طيحوا مع جو. ما مو مي مع جو. تا تون تي مع تو. سا سون سي مع اي لو ان. اشفاء مليح. اذن راح اكزرسيس كومبليت باغ اون ادجيكتيف بوسيسيف. راح يقولك اكمل باغ صفات الملكية. مثلا يمدلك جو سوي افيك نقاط بير اي مير، راح يقول لك دير لي صفات الملكيه هذه اللي ذكرتها. واش راح ديروا؟ راح تشوفوا الضمير جو بدايه، تشوفوا الضمير وتشوفوا النقاط اللي بعد النقاط، هل هو مذكر ام مؤنث. اذا كان منو تاع جو هذو ثلاثه، ما مو مي، ما مو هذو مع جو. اذا تشوفوا النقاط اذا كان هذا مذكر. انا شفنا جو معها هذا ثلاثه، ما مامي. راح نشوفوا المذكر اسكو مذكر ولا مؤنث. اذا هذا مذكر. راح نشوفوا المذكر واش يطيح معاه. مذكر طيح معاه مو مع الجو، هذه مذكر. اذا نكتبوا مو. هذه قاعده مهمه لازم. مون بير، انا مع ابي. اي مير مذكر ولا مؤنث؟ راح نشوفوا الجو طيح معاها المؤنث واش المؤنث. ما، اذا نديروا ما، ما مير. لاحظ نادية غونج شامبر. إذا نادية هي مؤنث، نادية واش تعوضها؟ آل، ضمير آل، برونوم بيرسونيل آل. أنا قرينا هذاك واش تعوضها الاسم المؤنث واش يعوضو آل. غونج شامبر. إذا آل واش يطيح معاها؟ آل يطيح معاها في المؤنث سا، في المذكر سون، في الجمع سي. إذا مدام شامبر هي مؤنث، راح نشوفوا نقاط بعد النقاط واش كاين. مؤنث، اذا نديرو سا. راح نخزرو هذه اللي مع ال، راح نديرو سا شامبر. تو جو افيك سور، يعطيك جمله اول شيء راح تشوفوه هو الضمير الاول. اذا تو واش معاها؟ تو. راح نشوفوا القاعده. تو معاها تا تون تي. تا نستعملوها اذا كان مؤنث، تون نستعملها اذا كان مذكر، وتي نستعملها اذا كان الجمع. اذا مادام هنا مؤنث سور اخت مؤنث، راح نشوفو اذا كان مؤنث راح نديرو تا. نخزرو تو شي تبعها، تو معها تي تون تا. اذا راح نديرو تا سور. il prépare repas. هو il واش يتبعها؟ il. قلت لكم ها نشوفوا الضمير واش يتبع. ضمير اي اللي تبعو سي سونسا. اذا كان مؤنث لي بعد نقاط هذا مذكر، اذا راح نديرو سون. راح نديرو سون. احفظوا هذه القاعده. جو معها ما مامي. اذا كان الاسم بعد النقاط مثلا مؤنث راح نديرو ما، اذا كان مذكر نديرو مو، اذا كان الجمع نديرو مي. بس نشوفوا الضمير في البدايه. Tu travailles avec frère. إذن frère هنا، لاحظ frère هنا مذكر، أخ مذكر. وتو شنهي معها؟ راح نشوفو القاعدة. تو معها تا تون تي. إذن المؤنث نستعملو تا، إذا كان نقاط بعدها مؤنث نستعملو تا، إذا كان مذكر واش نستعملو؟ تون. إذن راح نستعملو تون. نخزرو هذه القاعدة. تون frère. إذن بالتوفيق، نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. بالتوفيق إن شاء الله.